من عرفة في ناس مركزة معايا ارحموني. من عرفة تعاني من مرض خطير وهذه التفاصيل. أزمات متكررة في حياة من عرفة وهذه آخر أعمالها. من عرفة تصاب بحروق كلاب عيانين، حيحصل لإيه أكثر من كده؟ من عرفة تصاب بحروق كلاب عيانين، حيحصل لإيه أكثر من كده؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب من عرفة ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع من عرفة. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. من عرفة تعاني من مرض خطير وهذه التفاصيل. تحدثت الممثلة المصرية من عرفة عن مرض خطير تعاني منه، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض غامض في المخ وتحتاج لإجراء فحص بالأشعة، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام. وجهت فيها رسالة غاضبة لأشخاص وصفتهم بالحاقدين عليها الذين يرون أن حياتها مرفهة. وأضافت عرفة أنها منذ حوالي 20 يوما وهي تتعرض للكثير من المشاكل، منها تعرض يدها للحرق ومن المفترض أن تجري أشعة على المخ، كما أنها تعاني من الغدة الدرقية، موضحة أن كلابها أصيبوا بمرض البرافو الذي يؤدي إلى الوفاة. وأكملت بقال فترة بتعرض لمصايب، ياريت الناس ترحمني، حيحصل لي أكتر من كده، إيه ياريت ترحموني شوية. وختمت بالقول في ناس بتدخل بتقولي بتعملي كده علشان الحسد، وناس دخلة تشمت فيها، يعني حرام اللي بيحصل لي. أزمات متكررة في حياة من عرفة وهذه آخر أعمالها. تصدرت الفنانة من عرفة محركات البحث على جوجل وأثارت اهتمامات السوشيال ميديا بعدما أعلنت عن اعتزامها إجراء أشعة على المخ، معربة عن شكواها من توالي الأزمات عليها. كما كشفت من عرفة أنها تعرضت للفترة الأخيرة لعدد من الحوادث، منها الحرق في يدها وتعرضها لحادث سير بسيارتها مما استدعى أن تجري أشعة على المخ. وأضافت من عرفة أن حيواناتها الأليفة أصيبت من الحسد، موضحة أن كلابها أصيبوا بمرض البرافو الذي تصل خطورته إلى الموت. وقالت الفنانة من عرفة في الفيديو: عايزة أوجه رسالة للشخص أو الأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوا حياتي، أنا حيحصل لي أكثر من كده، إيدي كلها محروقة وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وحعمل أشعة على المخ وطلع لي غدة هنا، حتى كلابي قالها مرض البرافو وده مرض بيموت. في ايه تاني ممكن يحصل لي؟ من عرفة ارحموني وابعدوا، وتابعت ممكن تشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة ليا، خلاص يا جماعة بلاش يحصل لي حاجة اكثر من كده. الحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوا حياتي ابوس ايدكم ارحموني، بقالي 20 يوم في مصايب بتحل عليا معرفش منين. بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل وما عنديش مشاكل، دي رسالة للناس اللي شايفين انه حياتي فاضية وما فيهاش حاجة وقالوا علي فاضية لما كلابي تعبت وودتها للدكتورة. من عرفة ايدي محروقة وعملت حادثة بالعربية وبقالي 20 يوم في مصايب. وجهت الفنانة من عرفة رسالة للأشخاص الذين يركزون في حياتها مما سبب لها العديد من المشاكل. وقالت من عرفة في فيديو عبر حسابها في فيسبوك قائلة: عايز أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوا حياتي، أنا حيحصل لي إيه أكثر من كده، ايدي كلها محروقة وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وحعمل أشعة على المخ وطلع لغدة، حتى كلابي قالها مرض بيموت. في ايه ثاني ممكن يحصل لي؟ ياريت الناس دول يشوفوا حد تاني. وتابعت من عرفة: ياريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة ليا، خلاص يا جماعة بلاش يحصل لي حاجة اكثر من كده. الحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوا حياتي ابوس ايدكم ارحموني، بقالي 20 يوم في مصايب بتحل عليا معرفش منين. بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل وما عنديش مشاكل. هو
وكان آخر أعمال من عرفة مسلسل إسعاف يونس للنجم محمد أنور. مسلسل إسعاف يونس تعتمد أحداثه على ظهوره كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وكريم فهمي ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وعبير صبري ومحسن منصور وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ومحمد محمود وأحمد فهيم وعدد كبير من الفنانين. مسلسل إسعاف يونس بطولات محمد أنور وسارة سلامة وهشام محمد شرف ومحمد علي رزق وأيمن السيد ومنى عرفة وهناء الشربجي وأحمد محارب وحسين حجاج، من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة. منى عرفة تصاب بحروق كلاب عيانين، حيحصل لإيه أكثر من كده؟ تحدثت الفنانة منى عرفة عن تعرضها إلى مشاكل متتالية في الأيام الماضية، وأصيبت بحروق في اليد بالإضافة إلى مشاكل في الغدة، لافتة إلى استعدادها لإجراء أشعة على المخ، مطالبة الأشخاص الذين يركزون في تفاصيل حياتها الشخصية بالتوقف عن تخيل أن حياتها جيدة. وقالت الفنانة عرفة عبر حسابها في فيسبوك خلال فيديو: أنا حيحصل لي أكثر من كده، عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي بصين في حياتي، إيدي كلها محروقة، عملت حادثة بالعربية، تعبانة وحعمل أشعة على المخ، طلع لي غدة هنا، وأشارت إلى أسفل الذقن، حتى كلابي عينين بمرض بيموت، وتابعت: يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليا، يلا الحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة بوزها في كل حياتي ارحموني بقالي 20 يوم في مصايب، بقول الكلام ده للناس اللي بقولوا حياتي زي فل وما عنديش مشاكل. الأزمات تحاصر الفنانة منى عرفة وتخضعها لأشعة على المخ. أعلنت الفنانة المصرية الشابة منى عرفة عن اعتزامها إجراء أشعة على المخ، معربة عن شكواها من توالي الأزمات الصحية عليها. وقالت منى عبر فيديو نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تعاني حروقا في يدها بعد تعرضها لحادث أليم، وأضافت أن لديها مشكلات في الغدد وأن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير. الآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب أمراض منى عرفة المتكررة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا أول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.